النصر صراحة يعني أنا أشوفه قدم درس بكل ما تعني الكلمة للكرة السعودية في قضية كنو. عندي بس نقطة بسيطة أعلق عليها في بيان نادي الهلال، وهو تضرر الهلال في مباراة الفيحاء وضمك من توقيت القرار. ألا يروا الأخوان في البرنامج أن الأندية جميعها تضررت طوال 4 شهور تأخير القرار هذا من لعب محمد كنو وتأخير إصدار القرار؟ شكرا لكم. الله بركاته يا اخ، ما يقدر فهم الله يحفظك. ما في شيء يمنع من رفع الدعوه او رفع الشكوى في ليس العيد، ما في شيء يمنع. الدوري شغال، اذا انتهى الدوري ممكن انا اقول لك معك، ما دام الدوري شغال ما في شيء يمنع نهائيا. انا وياك متفقين. الهلال اخرج النصر من دوري الشباب قبل شويه، الهلال اخرج النصر من الدوري، الهلال اخرج النصر من اسيا، الهلال اخرج النصر من كاس الملك، الهلال اخرج النصر من دوري الطائره، الهلال اخرج النصر من دوري السله. وش باقي يا هلال ما سويته في النصر؟ خرجت من كل شيء، جيبوا لنا دوري جديد ونخرجوا كمان. تبغون بلياردو؟ جوك في لعبة ماجد عاد البلياردو. بلياردو قال؟ اي قال تبغون نلعب البلياردو. طيب في سؤال سأل يا محمد، يقول طبعا النصر قدم درس الكرة السعودية بوجهة نظره، ويقول الهلال يدعي انه تضرر في المباراتين الماضية. ألم يتضرر أو ألم تتضرر الأندية الأخرى بمشاركة كنو وتأخر القرار فيه؟ هذا سؤال المشاهد. بكل تأكيد هناك ضرر، يعني احنا شفنا تأثير غياب الكابتن محمد كنو على وسط الهلال، شفنا الحالة الفنية في نادي الهلال كيف أثرها بعد غياب الكابتن محمد كنو. أنا أعتقد نعم تأخير القرار للأمانة، أنا لست مثلا أتحدث من ميول، ولكن حين نتحدث عن مبدأ عام في رياضة كرة القدم وهو مبدأ العدالة، وبالتالي كان يفترض أن يؤخذ بهذه القضية بسرعة أكبر ويتم حسم الأمور بسرعة أكبر لتحقيق مبدأ العدالة لكل الأندية. طيب